في الطريق، دراسة مسرحية من فصل واحد للكاتب الروسي الكبير أنطون تشيكوف، ترجمها إلى العربية ميخائيل رومان. نحن الآن في فندق تيخون، وهو فندق صغير فقير يقع على الطريق. إلى اليمين نضد عال وأرفف مرصوص عليها زجاجات، وإلى الخلف باب يفتح على الطريق، وعلى ذلك الباب من الخارج مصباح أحمر قذر. الأرض والمقاعد الخشبية المرصوصة حول جدران الحجرة مكتظة بالحجاج والمسافرين، والكثير منهم نائم وهو جالس على مقعده لأنه لم يجد مكانا يستوي عليه. نحن الآن في منتصف الليل، نسمع انفجار الرعد ويرى وميض البرق. على أحد المقاعد يجلس فيديا يكاد أن يغلبه النوم وهو يداعب برقة آلته الموسيقية الكونسرتينا، ويجلس بجواره بورتسوف وهو رجل يبدو من وجهه أنه سيد مهذب ولكنه يلبس ملابس صيفية مهلهلة. سافا الحاج العجوز ونازاروفنا ويفيموفنا الحاجتان ينامون على الأرض بجوار المقاعد. تيخون صاحب الحان جالس وراء النضد. أيقظ العجوز الطيب يا أماه، يبدو أنه في النزع الأخير. أيها الرجل الطيب، إيه أنت أيها الرجل الطيب؟ أحي أنت أم ميت؟ لماذا ميت؟ إنني حي يا أماه. إيه غطي ساقي أيتها المرأة الطيبة. حسنا غطي اليمنى جيدا، هكذا فليبارك الله. نم أيها الرجل الطيب. لا أمل لي في النوم، ليتني أجد الصبر لأتحمل هذا العذاب، ليتني أجده ولا يعنيني بعد ذلك النوم. ليس من حق الخاطئ أن يطمع في السلام. ما هذه الضجة أيتها الحاجة الطيبة؟ أرسل الله إلينا عاصفة، الريح تنبح والمطر يضرب الأرض كالصياد، الماء يصفع السقف وزجاج النوافذ وكأنه حبات الفول. أتسمع؟ فتحت بوابات السيل في السماء. قدوس 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 قدوس. عاصفة ترعد وتزمجر وتعلي ولا تنتهي، كأنها هي زمجرة الأحراش. هذه الريح كأنما كلب يعوي، برد شديد دلت ملابسي وغرقت في الماء، حتى الكونسرتينا دلت أيضا. أيها الناس الطيبون، فقدت صوتها وإلا أطلقت من أوتارها لحنا يسكركم، لحنا رائعا، رباعية أو أولكا أو لحنا روسيا راقصا. في استطاعتي أن أفعل هذا كله. عندما كنت ساقيا في الجراند أوتيل لم أوفر مالا، إلا أنني تعلمت كل ما يمكن أن يعزف على الكونسرتينا، وأنا أستطيع أن أعزف على الجيتار كذلك. أحمق وحديث حمقى، وأحمق من يقول هذا الكلام. كان ينبغي أن تكون نائما في الدفء أيها الرجل العجوز لتدفئ ساقك المريضة. أيها العجوز، أيها الرجل الطيب، ترى هل سيسلم الروح؟ خير لك يا جدي أن تأخذ قطرة من الفودكا، ستلهب معدتك لحظات ولكنها ستسحب الألم بعيدا عن قلبك. اشرب. لا تهزل أيها الصبي،
لربما يسلم العجوز الآن روحه لخالقها ويكفر عن آثامه، وأنت تقول هذه الأشياء وتعبس بآلتك الموسيقية. كف عن الطرب أيها الوقح. ولم تضايقينه أنت؟ إنه مريض. وأنت إيه يا لحماقة النساء، إنه رجل طيب ولا يستطيع أن يوجه إليك كلمة قاسية. وأنت تستغلين هذا وتستمتعين بإنصاته لحماقاتك. نم يا جدي، لا تنصت، دعها تتكلم ولا تعره اهتمامك. لسان المرأة مكنسة الشيطان، إنه يكنس الحكيم والماكر ويطردهما من البيت. لا تنصت إليها. ها؟ ولكن يا عزيزي، ما أشد هزالك، إنك هيكل عظمي لم يبق فيك رمق من حياة. هل تموت الآن حقيقة؟ أموت؟ لماذا؟ وقاني الله من ميتة في غير موعدها. سأظل متعبا لمدة قصيرة، ولكن بعون الله سأقوم ثانية. لن تسمح العذراء أن أموت في بلاد غريبة، سأموت في بيتي. وهل أتيت من بعيد؟ من فولوغدا، من المدينة نفسها. أنا عامل. وأين هذه الفولوغدا؟ فيما وراء موسكو، مديرية. أتيت من بلاد بعيدة يا ذا اللحية التي تشبه الدغل وعلى قدميك؟ نعم أيها الفتى، على قدمي. زرت القديس طيخون في زادونسك، وأنا في طريق الآن إلى الجبال المقدسة، ومن الجبال المقدسة إن شاء الله إلى أوديسا. ومن هناك سمعتهم يقولون يأخذونك بأجر رخيص إلى القدس، 21 روبلا فقط. حقا؟ هذا ما سمعته. وهل كنت في موسكو؟ طبعا 5 مرات. وهل هي مدينة جميلة؟ انتظر لحظة حتى أشعل السيجارة. وهل هي مدينة جميلة تستحق الزيارة؟ بها الكثير يا ولدي من المعابد المقدسة، وحيثما تجد الكثير من المعابد المقدسة تجد المكان الطيب دائما. مرة أخرى أستعطفك، أعطني كأسا بحق السماء. أهم شيء في أي مدينة النظافة. أعطني كأسا. فإذا كان ثمة أتربة فلا بد من رش الشوارع، وإذا كان ثمة وحل فلا بد من كسح، وينبغي أن يكون فيها مبان عالية ومسرح ونقطة بوليس وعربات. أنا نفسي عشت في المدن وأنا أعلم. كأسا صغيرة واحدة، هذه الكوب الصغيرة ضعها على الحساب، سأدفع لك. سمعت هذا 1000 مرة. هيا أرجوك، كن لطيفا معي. أنت لا تفهمني، افهم أيها العجل الجاهل، افهم. إن كان في رأسك الخشبي ذرة من العقل، لست أنا الذي يستجديك، إنما يستجديك جسدي هذا. ولكي أكلمك بلغة الفلاحين أقول إن مرضي يستجديك. لا بد أن تفهم. ما من شيء ينبغي أن أفهمه. اذهب. إن لم أحصل على شراب فورا يجب أن تفهم، إن لم أطفئ هذه الرغبة الشديدة الآن فلربما أرتكب شيئا بشعا، الله وحده يعلم ما سأفعله. لا بد أنك التقيت بالعديد من السكارى أثناء عملك في هذه الحالة. لديك فكرة بالتأكيد عما يحس به هؤلاء الناس. إنهم مرضى، تستطيع أن تربطهم بالأغلال الحديدية، تستطيع أن تضربهم، بل تستطيع أن تطعنهم بالخناجر. لن يعنيهم هذا قط إن أعطيتهم فضل. هيا إنني أضرع إليك بكل خشوع، ارحمني. يا لله إنني أحقر نفسي. يا إلهي، ما أشد تحقيري لنفسي. أعطني النقود ثم أعطيك الفود. ومن أين آتيك بالمال؟ ضاع كل شيء في سبيل الخمر، لم يبق شيء. ماذا يمكنني أن أعطيك؟
هذا المعطف هو كل ما بقي عندي، وأنا لا أستطيع أن أعطيه لك، فأنا لا أرتدي شيئا تحته. أترضى أن تأخذ قبعتي؟ هناك قبعات وقبعات، وهذه مملوءة بالثقوب كالغربان. هذه قبعة جنتلمان، قبعة سيد يخترق شوارع المدينة ويلتقي بالسيدات ويحييهن. يوم جميل، يوم جميل. كيف حالك يا سيدتي؟ لن أخذها حتى كهدية، زبالة حقيرة. لا تثير اهتمامك، إذن أعطني مشروبا على الحساب. سأمر عند عودتي من المدينة وأدفع لك 5 كوبيك، وتستطيع حينئذ أن تضعها في حلقك حتى تختنق. أرجو أن تختنق، أرجو أن تسد هذه النقود أنفاسك. كم أكرهك. لما تظل هنا؟ من نشال؟ أريد كأسا. لست أنا الذي أطلبه، إنه المرض. أتستطيع أن تفهم؟ لا تستنفد صبري، ستجد نفسك بعد قليل ملخر عن الطريق. ماذا أستطيع أن أفعل؟ الشيطان هو الذي يوسوس لك، لا تستمع إليه يا سيدي، عليه اللعنة، إنه يهمس لك باستمرار. اشرب اشرب، عليك أن ترد عليه. لن أشرب، لن أشرب، وحينئذ يستسلم. أعتقد أن ثمة مطبخة تضرب في رأسك باستمرار، ولابد أن معدتك تقرصك. أنت مجنون يا صاحب السعادة، استلقي على الأرض ونم، ولن تفيد شيئا من وقوفك هكذا كالشبح الذي يخيفون به العصافير. ليست هذه الحانة حديقة خضروات. اقفل فمك، لم يسألك أحد عن رأيك. احذر ما تقول، احذر ما تقول، أنا أعرف أمثالك. هناك العديد من أشباهك يتسكعون في الطرقات. أما عن الحمير الذين تحدثت عنهم، فانتظر حتى أضربك فتعوي أكثر مما تفعل الريح. أنت نفسك حمار أحمق قزر. ربما يتلو العجوز الطيب صلواته وهو يودع روحه لباريها، وهؤلاء الملاحدة يحاولون أن يبدأوا شجارا ويتبادلون أوقح الألفاظ. أشخاص لا حياء عندهم. كفي عن الادعاء أيتها العجوز البدينة. إذا كنت في حانة قذرة فما عليك إلا أن تحتملي ما يدور فيها. ماذا أفعل الآن؟ بأي طريقة أستطيع أن أغريها؟ أي الألفاظ لم أستخدمها بعد؟ تجمد الدم في عروقي. عم بيطيخون. آي ساقي تؤلمني، وكأن رصاصة من نار تخترقها. أيتها الحاجة الطيبة، ماذا تريد يا صاحبي؟ من الذي يبكي؟ هذا السيد. اسأل السيد أن يزرف دمعة لأجلي حتى أموت في بلدي بلوغدا. إن صلاة مصحوبة بالدموع تجد قبولا أكثر. إنني لا أصلي أيها الجد، هذه ليست دموع، لقد جف قلبي وهذا دمي يسيل. الدم، ولكنك لن تفهم، لن تستطيع أيها الجد أن تدرك ما أقصده من معنى. أنتم أناس يعيشون في الظلام. وأين هؤلاء الذين يعيشون في النور؟ البعض يعيشون في النور يا جدي، وهم يستطيعون أن يفهموا. نعم يا ولدي، نعم، القديسون عندهم النور، إنهم يفهمون كل أسى دون حاجة لإخبارهم. إنهم يفهمون، سينظرون في عينيك ويفهمون. هنا تدركك الراحة كأنما لم يعد في قلبك أي حزن، سوف تختفي تماما. وهل رأيت القديسين؟ نعم يا ولدي، رأيتهم،
هناك في الأرض أناس من كل صنف، هناك الخطاة وهناك عباد الله الصالحون. أنا لا أفهم. يجب أن يكون لدى الإنسان شيئا من العقل ليفهم ما يقوله الناس، ولم يعد عندي منه أثر. لم يبقى عندي إلا غريزة العطش. طيخور، خذ معطفي. أتفهم؟ المعطف. وماذا ترتدي تحته؟ أرني. هك انظر. ها؟ لحمك؟ لا تخلع، لن أخذه، لن أحمل ضميري هذه الخطيئة. حسنا، فلتقع الخطيئة علي وحدي. هل يرضيك هذا؟ يا لها من ليلة الليلة. بعض الناس يقرصهم البرد، أما الدب والرجل المطارد فلا يحسانه أبدا. إنني غارق في العرق. لا تكاد أن تخرج قدمك من الوحل حتى تكون قد غرقت في العرق، ولا تكاد تخلص قدما حتى تنغرس الأخرى. هذا صحيح. أخبرني يا ولدي، هل توقف المطر؟ أنا لا أضيع وقتي في الحديث مع النساء. إنني آخذ الخطيئة على عاتقي. هل سمعت؟ لا أريد أن أسمع، اذهب. ظلام دامس كأنما غطى أحدهم السماء بالقطران، لا تستطيع أن ترى أنفك، والمطر يضرب الوجه كأنما هو قطع من الثلج. جو مثالي بالنسبة للأشقياء من أمثالك. وحش الغاب يبحث فيه عن المأوى، أما أنتم أيها الشياطين فهذا يوم عيد لكم. ها؟ من الذي قال هذا؟ انظر بعينيك، لا أحسبك أعمى. سأذكر هذا. تيخون، كيف أنت هذا الوجه السمين العجوز؟ ألا تعرفني؟ إذا كان علي أن أعرفكم كلكم، كل السكارى الذين يهمون في الطريق، فلا بد لي من 12 عينا على الأقل. انظر إلي جيدا. انتظر، أنا أعرفه، عرفتك من عيني، أندري بولكربوف. كنت أندري بولكربوف، أما الآن فأنا إيغور ميريك. لماذا؟ البطاقة التي أرسلها إلي الله أحمل اسمها. أنا ميريك منذ شهرين. أرعدي كما تشتهي، أنا لا أخاف شيئا. ليكون، أما من كلاب صيد هنا؟ كلاب صيد؟ كلا، براغيث وذباب فقط، مجموعة جديدة. أيها الناس الطيبون، انتبهوا لجيوبكم وملابسكم إذا كان مصيرها يهمكم. هذا فتى ماهر سيسرقكم. حسنا، عليهم أن ينتبهوا لنقودهم إن كان عندهم شيء منها. أما الملابس فلن ألبسها، لا فائدة لها عندي. وإلى أين سيذهب بك الشيطان هذه المرة؟ إلى كوبان. كوبان؟ لا أصدقه. إلى كوبان؟ حقا؟ مكان جميل، تستطيع أن تنام 3 سنوات ولن تجد في أحلامك أحلى منه. واسع وطريق، وهم يقولون أن لا آخر لطيوره وحيواناته من كل نوع. الحشائش تنمو طول العام، والناس يعيشون معا كأصدقاء. ما أوسع الأرض هناك، إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون بها. وهم يقولون إن الحكومة تعطي 300 فدان لكل شخص. هذا هو المكان الذي تجد فيه السعادة بحق السماء. السعادة؟ السعادة دائما وراءك، لا تأمل أن تراها قط. عندما تتمكن من أن تعض مرفقك سترى السعادة. هذا كله حماقة وغباء. انظر إلى هذا المكان، مكان بشع، ما أشبهه بمحطات المسجونين في طريق سيبيريا. مساء الخير أيها الفقراء. يا لعينيك الشريرتين، الشيطان في جسدك أيها الفتى، لا تنظر إلينا. مساء الخير أيها الفقراء. أدر وجهك،
عزيزي سافا، الرجل الشرير ينظر إلينا، سيلحق بنا الشر. قلت لك أدر وجهك أيها الثعبان. لن يمسنا بضر أيتها الأم، لن يمسنا بضر، سيدفع الله عنا. مساء الخير أيها الناس الطيبون. ألا تردون؟ لا ينطقون، لم يغلبكم النوم بعد أيها الشحازون، لماذا يتكلمون؟ أدر عينيك الشريرتين، أخفض كبرياءك الشيطانية. وأنت أمسكي لسانك أيتها المرأة، ما كانت هذه كبرياء شيطانية. أردت أن أهون من تعاستكم بكلمات طيبة وأنتم ملقون على الأرض كالذباب ضربه البرد. شعرت بالأسى لحظكم التعس، وأردت أن أقول كلمة طيبة ترفه عنكم في شقائكم، وأنتم تدورون وجوهكم القبيحة عني. حسن حسن جدا، لا يهمني قط. أنت من أين جئت؟ أنا من هنا، من مصانع الطوب في هامونفسكي. انهض انهض. ماذا تريد؟ قف، اترك مكانك هذا، سأنام فيه. وهل هو مكانك؟ نعم، قم نم على الأرض. اذهب، أنا لا أخشاك. يا لك من فتى شجاع. أترى هذه البلطة؟ هيا قم، لا تتكلم، ستأسف لهذا أيها الولد الأحمق. لا تغضبه يا فتى. من الذي أعطاك هذه الحقوق؟ أنت تدير عينيك في وجهك كالذئب وتظنني أخشاك. أخشاك؟ يا للشيطان. لو أنك رأيت الشيطان ما وصفتني به، الشيطان ليس مثلي. نامي أيتها البلطة هنا بجواري، نامي يا ابنتي. سرقتها وها أنا مشغول بها كأنني طفل شغل بلعبته ويعز عليه أن يرميها، رغم أنني لا أعرف أين أحتفظ بها، كأنها زوجة ضاق بها زوجها. نعم نعم، الشياطين لا تشبهني أيها الفتى. إذا ما شكلهم؟ إنهم كالبخار، روح، فإذا نفخت هكذا إنهم يشبهون هذا الهواء، لا تستطيع أن تراهم. إذا قبعت تحت شجرة تراهم. قبعت ولم أرهم، النسوة تخرفن، وكذلك الفلاحون الأغبياء. لن ترى الشياطين ولا الجن ولا الأشباح، لم تصنع عيوننا لترى كل شيء. عندما كنت صغيرا كنت أذهب إلى الغابة آملا أن أرى الجن الذي يحرسها، وكنت أصرخ مناديا الجان دون أن يطرف لي جفن من الفزع. ويبدو لي أنني رأيت كل شيء في الغابة، إلا أنني لم أرى هذا الذي يسمونه الجن قط. وكنت أتردد على ساحة الكنيسة كذلك آملا أن أرى الأشباح. كل هذه أقاصيص عجائز، لقد رأيت كل أنواع الوحوش المفترسة، إلا أنني لم أرى أشياء مروعة قط. هذه كلها خرافات، خرافات، لم تصنع عين الإنسان لترى هذا أبدا. لا تقل هذا، يحدث في بعض الأحيان أن يرى الإنسان أشياء بالفعل. في قريتنا كان فلاح يقطع خنزيرا، ولما فتح بطنه قفز منها شيء وفر. يا أولادي لا تتكلموا عن الشيطان، إنها خطيئة يا أعزائي. اللحية الرمادية، الهيكل العظمي يتكلم. لا حاجة بكم للذهاب إلى ساحات الكنائس، انظروا ها هي ذي الأشباح، ستزحف علينا الأشباح من الأرض لتعظنا. خطيئة، ليس لمثلك أن يعز وبعقله كل هذه الخرافات. أنتم جهلاء تعيشون في الظلام. كان أبي فلاحا وكان مغرما بإلقاء المواعظ بعض الأحيان، ويوما سرق زكيبة من التفاح من القسيس وأحضرها إلينا وقال: انتبهوا يا أولاد، إياكم أن تلمسوا واحدة منها قبل أن يحل يوم مباركة محصول التفاح في الكنيسة، لأنها خطيئة.
وهذا يشبهك تماما. تطلب منا ألا يذكر أحد اسم الشيطان، ولكنك توافق أن تلعب دوره أحيانا. مثل هذه العجوز هناك رأت في وجهي صورة للشيطان، وأنا أراهن أنها منحت نفسها للشيطان في شبابها أكثر من 6 مرات. عليك غضب الله سافة عزيزي سافة. لما تخيفهم؟ طريقة الرائعة تتسلى بها. ارحمنا يا رب في هذا الرياح. كم أتمنى أن أستعرض قوتي، كم أتمنى أن أتحدى هذه العاصفة. إنها لا تستطيع أن تخلع الباب، وأنا أستطيع أن أهدم الفندق كله إذا أردت. كم أنا حزين ووحيد. صلي يا عابد الأصنام، ما فائدة التقلب في الفراش؟ لا تلمسيه، إنه ينظر إلينا مرة أخرى. لا تنظر إلينا أيها الرجل الشرير. يا لعيني، عيناه كعيني الشيطان. دعيه ينظر أيتها الحاجة. صلي ولن تلحق بك العين الشريرة ضرا. لا لا أحتمل، هذا كثير. طيخول، اسمع لآخر مرة أرجوك، نصف كأس نقدا. يا إلهي، ولكني قلت لك بلعت الخمر كل شيء، من أين آتيك بنقود؟ أنت لن تفلس إذا أعطيتني قطرة من الفودكا على الحساب. كأس الفودكا تكلفك قطعة نحاسية، ولكنها تنقذني من العذاب الذي أعانيه. إنني أتعذب. ليست هذه رغبة مفاجئة، إنها محنة. لا بد أن تفهم. اذهب وقل هذا الكلام لغيري، اذهب واستجد هؤلاء الناس الطيبين من حولنا، اطلب منهم أن يتفضلوا عليك بشيء، أما أنا فلا أحسن إلا بالخبز. لك أنت أن تجردهم من كل ما يملكون، أما أنا فلا. أشكرك، ليس لي أن أسرقهم، ليست مهنتي. هل تفهم هذا أيضا؟ ليست مهنتي. انتظر لحظة، هذه فكرة حسنة. أيها الأخيار، هل تتكرمون علي بكوبك؟ أحشائي في حاجة إليه. إنني مريض. عندك كلام آخر أيها الشقي؟ ألا تريد ماء على ما أظن؟ ما أشد إذلالي لنفسي. لا لا أريد، لا أريد شيئا. كنت أهزل. لن تستطيع أيها السيد أن تأخذ كأسا من تخون. نحن نعرفه جميعا، إنه بخيل مقتر. انتظر قليلا، عندي كوبك في احد جيوبي، سنشرب كأسا معا. اللعنة، لقد ضاع. اظنني سمعت صليله البارحة. لا املك شيئا يا صديقي. هذا حظك التعس. ولكن لابد أن آخذ كأسا، وإلا سأفعل شيئا عنيفا، سأنتحر. يا إلهي، ماذا أفعل؟ هل أخرج إلى الظلام وأذهب حيثما تقودني قدماي؟ أنت يا حجة، لما لا تلقي عليه هذا؟ وأنت يا تخون، لما لا تطرد؟ لم يدفع لك أجر نومه، أليس كذلك؟ اطرد. الناس قسى هذه الأيام، لم يبق فيهم شيء من الرقة أو الحنان. الناس وحوش، يتخبط الرجل في الأموال ويكافح في سبيل النجاة من الغرق، وهم يتصايحون عليه. عجل واغرق، لم يعد لدينا وقت لنتفرج عليك، هذا يوم عمل. أما أن يلقي إليه أحدهم حبلا لينقذه فلا أمل في هذا.
فالحبل له ثمن. لا تجلس على منصة القضاء أيها الرجل الطيب. أمسك لسانك أيها الزئب العجوز. أنتم ناس قساة، كلكم هيودوس، كلكم يهودا. لا إلهي. تيخون، يا صاحب الحال، تعال هنا. اخلع لي حذائي. انظر إلي جيدا. أنت الرعب المجسم يا ميريك. تعال تعال هنا، انظر إلي جيدا. يا إلهي، يا للسماء، سيتشاجران. أترى هذه البلطة؟ كفى أيها السيدان. ألم تسمع؟ هل أتحدث إلى الجدران؟ كفى كفى. أنا أطلب منك يا مصاص الدماء أن تأخذ حذائي، رغم أنني شحاذ وشريف. لا تغضب لا تغضب، تعال تعال خذ كأسا، تعال اشرب كأسا. أيها الناس الطيبون، ماذا طلبت منه؟ أن يقدم لي كأسا أم أن يخلع لي حذائي؟ أن يخلع حذائي. أليس كلامي واضحا؟ تيخون، لعلك لم تسمع، سأنتظر دقيقة واحدة لأرى، ربما تسمع حينئذ. أي ريح سيئة أحضرتك إلينا. يا لك من سيد عظيم طبعا. أين حذاؤك؟ يا لك من شيطان. بالضبط بالضبط، ضعهما بجوار بعضهما البعض. اذهب الآن، مغرم بالتظاهر بالبطولة. حاول معي مرة أخرى وستجد نفسك خارج هذا الباب. نعم. تيخون تيخون، أرجوك ارصوف. ألا تكف؟ ربما أستطيع أن أقدم لك شيئا له قيمة إذا أردت. نعم. ولم ترتعد هكذا؟ تكلم بسهولة. إنه عمل وضيع وقذر هذا الذي أفعله، ولكن لا مناص منه، لست مسؤولا عن هذا الاسم، لن يدينني القضاة إن حاكموني عليه. خذ هذه العلبة، إنها عزيزة عليه، مصنوعة من الذهب، على شرط أن تسمح لي باسترجاعها عند عودتي من المدينة، وها أنا ذا أعطيها لك أمام شهود. أيها الأصدقاء، أنتم شهودي. يدي، خذها. كان ينبغي أن أخرج منها الصورة، ولكن لا مكان عندي أحتفظ بها فيه. حسن، خذها مع الصورة. عليك فقط أن تتذكر، لا تضع أصابعك على الوجه، أرجوك. كنت جافا غليظا معك يا صديقي، كنت غبيا، ولكن ينبغي عليك أن تسامحني، ولا تضع أصابعك على الصورة، ولا أحب لعينيك أن تشهدها. ما هذا؟ ساعة مسروقة. حسنا، خذ هذا الكأس، اشربها. أرجو ولا تضع أصابعك على الصورة. ماذا أرى في داخل هذه العلبة؟ صورة سيدة. من أين حصلت عليها؟ فرجني دعني ألقي نظرة. ماذا تريد؟ انظر إليها وهي في يدي. دعني أراها أنا كذلك. يا لها من شيطانة جميلة، وسيدة أيضا. نعم سيدة، تستطيع أن تعرف هذا من العينين والوجنتين. أبعد يديك، أنا لا أستطيع أن أراها. شعرها ينزل حتى خصرها، كأنما هي حية تتنفس أمامنا. إنها إنها توشك أن تتكلم. هذه أضمن طريقة لتدمير الرجل الضعيف، بمجرد أن يتعرف على امرأة كهذه انتهى. يا لله يا لله، كم هي جميلة جميلة. نعم نعم. كيف هي أيتها الحيوانات الصماء؟ عندما يقع الفندق على الطريق لا يمكن أن تمر دون أن تراها.
قد تعبر أباك نفسه في وضح النهار ولا تلحظه إلا الفندق، تراه في الظلام ولو كان على بعد 100 ميل. أفسحوا الطريق أيها الأخيار، أفسحوا الطريق. كأس من النبيذ الممتاز. شيطان كله نشاط. لا تخبط بيديك في الهواء، ستكسر شيئا. هذه وظيفة الأيدي. أنتم خائفون من المطر أيها المخنثون؟ أجسامكم من السكر على ما أظن. من حق الإنسان أن يخاف أيها الرجل الطيب عندما يفاجئه ليل كهذا وهو في الطريق. نشكر الله على أننا بخير، هناك الكثير من القرى والمساكن على الطريق. من الفظيع أن تتصور كيف كان الحال في الأيام السحيقة. كان باستطاعتك أن تقطع 100 ميل دون أن ترى قرية أو بيتا أو حتى قطعة من الخشب. كنا ننام في الخلاء حينئذ. مضى عليك زمن طويل وأنت تضربين في الأرض، أليس كذلك أيتها البنت العجوز؟ 80 عاما. 80 عاما، ستصبحين عجوزا كالغراب. من هذا؟ أي طير غريب هذا الذي وقع هنا؟ أيها السيد، من أرجوك سيميون سيركيفيتش، هذا ممكن؟ كيف جئت إلى هذه الحالة القذرة؟ ليس هذا مكانك. أمسك لسانك. من هو؟ شهيد شقي وفي حالة قذرة؟ ما تصورت أبدا، وفي ملابس مهلهلة وسكران؟ لقد أفسد هذا مزاجي أيها الأصدقاء، نعم أفسد مزاجي. هذا سيدنا صاحب الأراضي الواسعة التي كنت أعمل فيها، سيميون سيرجيفيتش بورتسوف. أترى بؤسه وتعاسته؟ أترى أي نوع من الرجال هو الآن؟ هذا ما يؤدي إليه إدمان الخمر. تيغون املأ كأسي. أنا من القرية التي كان يملكها، أنا من بورتسوفا على بعد 150 ميلا من مديرية يارغوفسكي. كنا عبيدا عند أبيه. يا للأسف. أكان غنيا؟ كان رجلا عظيما. وهل أضاع مال أبيه؟ لا، هذا نصيبه، قدر عليه يا صديقي. كان سيدا رائعا، غنيا رزينا. وأنا أراهد أنك رأيته قبل الآن يا طيخون وهو في طريقه إلى المدينة في عربته، عربة جميلة وخيول مطهمة سريعة. كان عنده 5 عربات، وأنا أذكر وكان ذلك منذ 5 سنوات أنه دخل محطة ميكشينسكي وبدلا من أن يدفع كوبكا ألقى روبلا وهو يصيح ليس لدي وقت لأنتظر الباقي. لعله جن الآن. أبدا، يبدو أنه لم يفقد شيئا من عقله. سبب هذا على ما أظن هو ضعف إرادته، مجرد نعومة ورقة. حدث هذا كله يا أولاد بسبب امرأة، وقع المسكين في الحب، أحب امرأة من المدينة وخيل إليه أن الله لم يخلق أجمل منها. نعم، أحب غرابا وتصوره أجمل من النسر. أما هي فقد كانت من أسرة طيبة، لم تكن فتاة سوقية أو أي شيء من هذا القبيل، إلا أنها كانت خفيفة لعوب، تختال بأثوابها وتبصبص بعينيها ودائما تضحك. فتاة بلا عقل. هؤلاء السادة دائما كذلك، يعجبون بأمثال هذه البنت، ولكننا نحن الفلاحين لا نحتمل مثلها في البيت لحظة واحدة. حسنا، أحبها وركب رأسه، ثم أصبح يمضي في ركابها إلى حفلات الشاي ورحلات النهر، أو في بيتها يستمع لعزفها على البيانو. كوزما لا تتكلم عن هذا الأمر، ما الفائدة؟ ما شأنهم بحياتي الخاصة؟ أعذرني يا صاحب السعادة، لم أقل كثيرا، هذا كل ما أردت قوله. لم أستطع أن أغلق فمي لأنني صدمت بقسوة وعنف. طيخون املأ الكأس. وهل أحبت؟ أظنها أحبت. لم يكن إنسانا تافها، هو من السهل عليك أن تحب أي شخص يملك 3000 فدان وأموالا لا تستطيع أن تحصيها.
وكان وجيها رزينا تحوطه المهابة، وكان من عادته أن يصافح باليد جميع موظفي الحكومة. وذات مساء كنت أمر خلال الحديقة، حديقة كبيرة أميال وأميال، كنت أمشي بهدوء ورأيتهما هو وهي جالسين معا يتبادلان القبل. قبلها مرة واحدة فقبلته الحية الرقطاء قبلتين، وأمسك يدها فتدرج وجهها بالدماء والتصقت به علي اللعنة، ثم قالت له: أحبك يا بورتسوف. فاندفع بورتسوف كأنما جن، اندفع هنا وهناك مزهوا بنفسه يفاخر بما قالته له، وهو يوزع النقود على الناس من فرط سعادته. منحني ما يكفي لشراء حصان، وعفى عن مدينيه جميعا، وتنازل في غمرة السعادة عن كل ما له عليهم. لما تقول كل هذا؟ هؤلاء الناس لا شعور لديهم. أنت تعلم كم أتألم لحديثك. لم أخذ كثيرا يا سيدي، إنهم يلحون، لما لا أشبع رغبتهم ولو قليلا. لن أقول شيئا إذا غضبت، نعم لن أقول، لن أستمع لأسئلتهم. تكلم بهدوء لا تصرخ. إنني أتكلم بهدوء، وهو يطلب مني ألا أتكلم، وعلى ذلك فلن أتكلم، لأنه لم يبق ما يقال، لقد تزوج، هذا كل شيء، هذا كل ما حدث. املأ كأسي. لا أحب السكر. وفي اللحظة التي استعد فيها السادة المدعوون للجلوس حول مائدة العشاء ليلة الزفاف، في هذه اللحظة فرت هي إلى المدينة. كانت تعشق محاميا في المدينة. ماذا تقول في هذا كله؟ ماذا تقول الآن؟ إن القتل مصير أفضل مما تستحق هذه المرأة. حسنا، وماذا حدث له بعد ذلك؟ قلنا جنونه، وكما ترى بدأ بقطرة من الفودكا ثم انتهى إلى بحر، ومع ذلك فما زال يحبها. نعم ما زال يحبها. لا بد أنه في طريقه الآن إلى المدينة ليحاول أن يراها من بعيد، مجرد لمحة سريعة ثم يعود مرة أخرى. هذا هو الجو المثالي لسرقة عربة البريد. من أسهل الأمور. عمري 35 عاما وما سرقت يوما عربة البريد، وهي قد ذهبت، ضاعت الفرصة. تود أن تشم رائحة السجن؟ ما أكثر الذين يسرقون دون أن يشموا رائحة السجون. ثم ماذا إذا انتهيت إلى السجن؟ ثم ماذا؟ تقصد السيد التعس؟ طبعا لا أقصد غيره. بعد ذلك كيف أفلس؟ كان زوج شقيقته ضمن زوج شقيقته في البنك على 30,000، وكان الرجل مغرما بالاستدانة. كان الخنزير يعرف جيدا من سيدفع له، لم يسدد كوبكا واحدا، وقام بورتسوف بتسديد 30,000. على الرجل الأحمق أن يدفع ثمن حماقته. ولدت زوجته أطفالها من المحامي عشيقها، واشترى زوج شقيقته إقطاعية في بولتافا، وسيدنا هذا يتسكع كالحمقى في الحانات يشكو حاله للفلاحين أمثالنا. إنه يردد دائما: فقدت الإيمان يا أولاد، لم أعد أؤمن بشيء الآن. وأنا لا أرى في هذا إلا الضعف. لكل منا أحزانه، ثعبان ما ينهش القلب، إلا أن هذا لا يبرر الإدمان على الخمر. وخذ شيخ قريتنا مثلا، زوجته تعاشر المدرس جهارا وتصرف أموال زوجها على الخمر، ومع ذلك فالشيخ يمضي في القرية وفي عينيه نظرة ساخرة، شحب وجهه قليلا. هذا كل ما حدث له. إيه، الرجال يتحملون تعاستهم بقدر القوة التي يمنحها الله لهم. حقا، ليس الرجال جميعا أقوياء. حسنا، كم الحساب؟ خذ عرق جبيني وداعا يا أولاد، سعدتم مساء والتهنؤوا بأحلامكم الجميلة. لابد أن أسرع، تأخرت لأني أبحث عن القافلة لسيدتي، لابد أنها تعبت من الانتظار.
لورتسو، خذ كأسا أيها المسكين. وهكذا فأنا مدين لك بكأسين. لا دعك، اشرب اشرب، أغرق أحزانك في الدمار، وخذ كأسا كذلك على حسابي. ستموت إذا شربت وستموت إذا لم تشرب. من الخير ألا تشرب، ولكن بحق السماء الفودكا تحرر القلب، حتى الأحزان لا تصبح أحزانا عندما تسكر. اشرب اشرب مرة واحدة. يا له من شراب حاد. تريخون أرمي العلبة. فرت يوم زفافها، يا لك من امرأة. تيخون قدم له كأسا على حسابي. عليك اللعنة. ما هذا؟ ما معنى هذا؟ كيف تجرؤ أيها الوحش؟ كيف تجرؤ أن تلقي بصورتها على الأرض؟ أتريد أن أقتلك أنت أيها الفلاح الجاهل؟ لا تغضب يا سيدي لا تغضب، ليست مصنوعة من الزجاج ولم تكسر. خذ كأسا أخرى ونام. جاء وقت الإغلاق. كيف يجرؤ؟ يا له من أحمق. وأنت أتعرف ما أنت؟ حمار أحمق. أيها الأصدقاء الطيبون، ضعوا لجاما على ألسنتكم، ما فائدة الشجار؟ دعوا الناس ينامون. نم يا جدي نم، كفى كفى كفى، لقد حان وقت النوم. نعم تصبحون على خير أيها الأصدقاء. تعال 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 يا سيد بورتسو، نم هنا. وأنت أين ستنام؟ في أي مكان، على الأرض كله سواء عندي، سيحس بالتعاسة إذا نام على الأرض، اعتاد على الديباج والحرير. نم يا صاحب السعادة، لقد نظرت إلى الصورة بما فيه الكفاية، دعها سأطفئ شموع. أين أنام؟ مكان هذا الشريط، ألم تسمع؟ لقد قدمه لك. أنا سكران، هنا أنام وهنا. نعم نعم لا تخشى شيئا، نم. أنا سكران، كل شيء يدور من حولي، ألا أجد عندك شمعة صغيرة؟ باشا، أنت فتاة غريبة تنظرين إلي من وراء الإطار وتضحكين. سكران سكران أنا؟ ينبغي لك ألا تضحكي على إنسان سكران. تتجاهلين كل شيء وتحبين سكرانا. يا لزفيف يا يا لك من فتاة، كيف تستطيعين أن تراوغي وتدوري هكذا ولا يستطيع أحد أن يمسك بك؟ إنه يهزي لا يترك الصورة من يده. شيء غريب، السادة المتعلمون اخترعوا الآلات والأدوية من كل نوع، إلا أن أحدا لم ينجح قط في اكتشاف دواء لداء الأنثى. إنهم يحاولون أن يجدوا دواء لكل داء، ولعلهم لا يتصورون أن عدد من تدمرهم النساء يزيد عن عدد من يقضي عليهم أي مرض. لئيمات محبات للمال بلا رحمة ولا عقل، وعجائز النساء يشكين زوجات أبنائهن، والزوجات لا يفكرن إلا في خداع أزواجهن، ولا نهاية لهذا كله.
نتفت المرأة عرف الديك وهو الآن يرفرف ريشه. لست الوحيد الذي حدث له ذلك منذ أزمان لا يذكرها التاريخ، منذ أن كان ثمة أرض وحياة والرجال لا ينقطعون عن البكاء. ليس من العبس أن ترتبط المرأة بالشيطان في كل الأساطير والقصص والأغاني، لا ليس من العبس، إنها أكثر من نصف الحقيقة على أي حال. وهذا السيد بورتوسوف هو ذا يجعل من نفسه أضحوكة، يمارس دوره في الحياة كأحمق، بينما تحولت أنا إلى متشرد وتركت أمي وأبي. أكان ذلك بسبب النساء؟ نعم، نفس قصة هذا السيد، سحرتني فأصبحت كمن به مس من جن، وتفاخرت بسعادتي ليلا ونهارا وكأنما أنا في حمام من النار. ولكن جاء الوقت وفتحت عيناي، لم يكن حبا، كان خداعا. ماذا فعلت بها؟ ليس من شأنك، قتلتها، أهذا ما تظن؟ عجزت يداي، لا يستطيع المرء أن يقتلهن، بل يحبهن ويتمنى لهن طول العمر والسعادة. لو كنت فقط أستطيع أن أنساك أيتها المرأة، لو أنك تختفين من خيالي لحظة أيتها الحية الرقطاء. من الطارق بحق الشيطان؟ من؟ من الطارق؟ من الطارق؟ اذهب، أغلقنا المحل. ساعدني يا طيخون، ساعدني بحق السماء كسر زنبرك العربة، ساعدني يا والدي، فقط أريد حبلا أربطه بها. من أنت؟ سيدتي في عربتها تريد الذهاب إلى المدينة، أربعة أميال فقط، ساعدني بحق السماء يا طيخون. قل لسيدتك إذا دفعت لنا 10 روبلات فستجد الحبل وتربط له العربة. أمجنون أنت؟ 10 روبلات؟ أيها الكلب المسموم، مصائب قوم عندك فوائد دائما. أنت سيد العارفين، لا تدفع إن أردت. حسنا انتظر. حسنا سيدتي موافقة. ادخل إذن. مساء الخير أيها الناس الطيبون، هات الحبل يا تيخون. أسرع أسرع. أيها الشباب، من سيأخذ ليعاونني؟ سنعطيكم شيئا. دعهم نائمين، سندبر الأمر معا. إنني متعب، متعب تماما، برد ووحل، وملابسي غارقة في الماء. شيء آخر، ألا نجد عندك غرفة صغيرة تستدفئ فيها سيدتي؟ العربة مائلة على جانبها وسيدتي لا تستطيع الجلوس فيها. تريد حجرة أيضا؟ هنا إن أردت سنفتح لها مكانا. بورتسوف، بورتسوف، قم نم على الأرض ساعة حتى تستدفئ السيدة. قم يا صاحب السعادة، اجلس. هذا مكان خال لسيدتي. حسنا، سائرة أخرى، فليأخذها الوباء، لم ننام حتى الصبح. آسف أنني لم أطلب 15 روبلا، كانت دفعتها. وأنتم أحسنوا سلوككم، لا أريد أن أسمع أي ألفاظ نابية. أهلا سيدتي، تفضلي يا سيدتي، تفضلي يا صاحبة السعادة، مكاننا المتواضع لا يصلح إلا للفلاحين والخلاب السوداء، لا تزدريه يا سيدتي. لا أتبين شيئا، أين أنت؟ من هنا، من هنا يا صاحبة السعادة، تكرمي، تكرمي من هنا، من هنا. أرجو عفوك، فليس عندي غرفة منفصلة، ولكن سيدتي لا تقلقي، هؤلاء ناس طيبون هادئون. يا لرائحة العرق والهواء الفاسد، افتحوا الباب. حاضر يا سيدتي. الناس يقتلهم البرد وهم يفتحون الباب.
من تكون هذه السيدة حتى تصدر الأوامر هنا؟ عفوك يا صاحبة السعادة، عبيط بعقله مس، ولكن لا تخافي لن يمسك بضر. أرجو فقط أن تعذريني، لم أوافق على 10 روبلات، 15 إذا شئت. حسن حسن جدا، فقط عجل بإصلاح العربة. فورا فورا، في مثل لمح البصر. ها هو الحبل، حالا يا سيدتي حالا. ماذا؟ ماريا ماشا؟ وبعد؟ ماريا أنت من أين جئت؟ ماريا هذا أنا، أنا زوجتي ماريا، ولكن أين أنا؟ أشعل شمعة. اذهب اذهب، أنت تكذب، لست أنت، مستحيل مستحيل، هذا كذب كذب. صوتها حركتها، ماريا هذا أنا، لحظة واحدة سأفيق فورا فورا، سأفيق من الخمر، رأسي تدور. أنت انتظري لحظة لحظة واحدة، لا أستطيع أن أفهم، زوجتي. هيا هيا اذهب دانش، هيا بنا، لا أستطيع أن أبقى في مثل هذا المكان. الصورة نفس الوجه. يا رجال هذه زوجة السيد. من حقا؟ فلترحمنا السماء في هذه الليلة. إذا هذه هي الزوجة الخائنة. بسم الله والابن والروح القدس امين. ارفع يديك عني يا فلاح. دنس ماذا تنتظر؟ هذا اكل النصوص، دع ذراعي، انا لا اخشاك. اذهب ابتعد، اذهب. انتظر بحق السماء، لا تفعل. مارك مارك، سادعك تذهبين حالا، فقط دعيني اقول لك كلمه، كلمة واحدة فلربما تفهمين. انتظري لحظة. مارب هل جرمت؟ ابتعدوا عني وارفعوا أيديكم، لن أسمح لها بالخروج قبل أن أقول لها شيئا. انتظري مارب، انتظري حالا دقيقة واحدة. لا لا، لم يمنحني الله شيئا من الفكر، لا أجد الكلمات. اذهبوا انتم سكارى. دنس سيدتي هيا بنا. انتظري انتظري قلت لك. ألقي على زوجك نظرة واحدة على الأقل، خففي بحق السماء عذابه بكلمة واحدة. دعني دعني، خذوا هذا الرجل المجنون بعيدا عني. إذن فلتذهبي إلى جهنم أيتها المرأة الملعونة. أين البنكة؟ أين البنكة؟ أطلقها بحق السماء، أطلقها سيدتي. آمين. ماريا اين انت؟ خرجت يا ميري، ماريا خرجت يا ميري، خرجت. يا للسماء يا للسماء، عصمتم قلبي من الحزن ايها القاتله. خرجت يا ميري، يا لها من ليله مفزعه. ميري ميري هل انت؟ هل قتلتها؟ لم تفعل، حمدا لله قد نجوت بحياتك هذه المرة. لم أقتلها إذن. يا للبؤس يا للبؤس، لم تفدني بلطتي. أيها الأصدقاء الطيبون، ما أشد حاجتي لعطفكم، ما أشد حاجتي لعطفكم. استمعتم إلى مسرحية في الطريق للكاتب الروسي أنتون تشيكوف، ترجمها إلى العربية ميخائيل رومان. قام بتصوير الشخصيات بورتسوف فاخر فاخر، ميريك عبد الله غيس، فيديا أحمد الجزيري، تيخون عبد العزيز خرشد، نازاروفنا نجمة إبراهيم، يافيموفنا افتخار جميل،
الحاج العجوز لطفي الحكيم، كوزما محمد أبو النصر، ماريا رجيا محسن، دينيس سعد الغزاوي، الحجاج شوقي بركة ومحمود كامل. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد. مسرحية في الطريق إخراج محمود مرسي.